أهلا بكم في برنامج الصفحة الأولى وجولة في الصحافة حول العالم، نبدأها بالعناوين. تحليل للغارديان يكشف أن واحدا من كل ثلاثة أوروبيين يصوت الآن ضد المؤسسة لصالح الأحزاب الشعبوية أو المتطرفة. تيليغراف تقول إن الخوف يسيطر على الأرمن الذين تخلى عنهم العالم بسبب الصراع في أذربيجان. نيويورك تايمز تشير إلى أن الجيل الجديد في دارفور الذي كان مليئاً بالوعود يعاني الآن من نيران الحرب. كشف تحليل نتائج العام الماضي في 31 دولة أوروبية أن 32% من الأصوات التي كانت لصالح الأحزاب المصنفة على أنها شعبوية أو يسارية متطرفة أو يمينية متطرفة. صحيفة الغارديان تناولت الموضوع تحت عنوان واحد من كل ثلاثة أوروبيين يصوت الآن ضد المؤسسة لصالح الأحزاب الشعبوية أو المتطرفة. قالت الصحيفة إن الأبحاث أظهرت أن ما يقرب من ثلث الأوروبيين يصوتون الآن للأحزاب الشعبوية أو اليمينية المتطرفة أو اليسارية المتطرفة، مع تزايد الدعم الواسع النطاق للسياسات المناهضة للمؤسسة في جميع أنحاء القارة في تحد مثير للمشكلات على نحو متزايد للتيار الرئيسي. ووجد التحليل الذي أجراه أكثر من 100 عالم سياسي في 31 دولة أنه في الانتخابات الوطنية العام الماضي أدلى 32 من الناخبين الأوروبيين بأصواتهم للأحزاب المناهضة للمؤسسة، مقارنة بنسبة 20% في أوائل العقد الأول من القرن 21 و 12% في أوائل التسعينات. كما وجد البحث الذي أجراه ماتس رودوين عالم السياسة في جامعة أمستردام والذي تمت مشاركته حصرياً مع صحيفة الغارديان أن نحو نصف الناخبين المناهضين للمؤسسة يدعمون أحزاب اليمين المتطرف، وهذه هي حصة الأصوات التي تتزايد بسرعة أكبر. أشار رودوين إلى أهمية هذا الاتجاه مؤكداً آثاره على حالة الديمقراطية الليبرالية، ورغم احتمال وجود تقلبات فإن النمط الشامل يشير إلى ارتفاع ثابت في الدعم المناهض للمؤسسة على حساب الأحزاب الرئيسية، وهذا التحول خطير حيث تظهر مجموعة متزايدة من الأبحاث أنه عندما تكتسب الحركات الشعبوية السلطة أو تمارس نفوذاً كبيراً فإن الجودة الإجمالية للديمقراطية الليبرالية تميل إلى التدهور. ينضم إلينا من باريس الدكتور خطار أبو دياب أستاذ العلاقات الدولية بجامعة باريس، أهلا بك معنا عبر شاشة الغد. دكتور خطار، بداية، ما العوامل التي عززت من صعود الأحزاب المتطرفة والشعبوية في أوروبا؟ أحييكم وأحيي فريق العمل وكل من يتابعنا. هذا لم يأتي من فراغ، هناك دوما أسباب عديدة أبرزها التدهور الاقتصادي الاجتماعي في السنوات الأخيرة، وأيضا عدم تطور الأحزاب التقليدية وعدم تأقلمها مع زمن الثورة الرقمية ومع تحولات الشباب. هناك نوع من الطلاق ما بين المؤسسات التقليدية والشباب، وهناك ربما سعي للانطواء نحو الهوية، نحو الدفاع عن قيم معينة بالنسبة لهؤلاء. الأخطر في هذا الموضوع أن الهجرة غير الشرعية، اللجوء، التطرف من الجهة الأخرى، كل هذا يوجد ردود فعل في أوروبا على حساب الأحزاب التقليدية للمؤسسة، إن كانت من اليمين الكلاسيكي أو من اليسار العادي. ونرى الآن أن اليمين المتطرف بكل أشكاله كما اليسار المتشدد هما لهما الآن قصوا السبق في أوروبا، أي أنهما يحاولان تشكيل مشهد سياسي جديد في أوروبا. والأدهى من كل ذلك أن تلك البلدان المتطورة في شمال أوروبا أخذ اليمين المتشدد يكتسحها،
وأن بلدا مثل إيطاليا تحكمه حكومة يمينية متشددة، وأن بلدا مثل فرنسا أخذ اليمين المتشدد فيه يتمركز ويمكن أن يكون مارين له حضور كوب 2027. خاصة حتى يعني في الانتخابات السابقة كانت النتيجة متقاربة جدا بين إيمانويل ماكرون ومارين لوبان، دول عدة في أوروبا في إسبانيا، حتى يعني نرى هذا الاتجاه الكبير نحو الأحزاب المتطرفة بشكل عام. ما تأثير صعود الأحزاب المتطرفة على أوروبا؟ يعني إلى ما يمكن أن يؤدي ذلك في المرحلة المقبلة؟ يمكن القول من دون التباس أن اليمين المتطرف ينخر أوروبا، وأن اليسار الراديكالي يلعب لعبة اليمين المتطرف من دون أن يدري، وأن حرب أوكرانيا وتداعياتها مع التضخم الموجود دائما وغلاء المعيشة، كل هذا يسهم حتى في اتجاه أبناء الطبقات الشعبية والوسطى نحو هذه الأحزاب المتشددة. كل هذا يؤشر إلى أن ما بدأ مع البريكسيت عند انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في العام 2016 يمكن أن ينتقل إلى بلدان أخرى. أوروبا إذن لأنها خاسرة في التوازنات الدولية، ولأن الولايات المتحدة والصين تتمركزان الآن على العرش الدولي، أوروبا تجد نفسها أيضا في الداخل حائرة. ولذلك هذه الأسئلة حول الهوية وحول المستقبل كلها تهز المشهد التقليدي وتسمح لهذه القوة المتشددة بأن تقفز إلى الواجهة. يعني ذكرت نقطة مهمة وهي البريكسيت، هل يمكن أن يؤثر ذلك، كيف يمكن أن يؤثر على وحدة الاتحاد الأوروبي وعلى ملفات عدة كمثلا العلاقة مع روسيا، كالهجرة، كل هذه الملفات؟ يعني كيف يمكن أن تتأثر في حال اتجهت أوروبا فعلا إلى هذه الأحزاب المتطرفة؟ يبدو من عدوى البريكسيت بمعنى أو بآخر. تفضل دكتور خطار. استمر، لم نسمعك بداية، إن نعم. أمكنك الإعادة. نعم، حتى الآن حمل الاتحاد الأوروبي نفسه من عدوى البريكسيت، وصمدت الدول الأخرى، وبقي الاتحاد الأوروبي مقصد الآخرين، أي أن هناك العديد من الدول الآن من البلقان إلى تركيا وغيرها تتنافس للدخول إلى الاتحاد الأوروبي. لكن هذا كله لا يعني الشيء الكثير، لأن الاتحاد الأوروبي ليس عنده سياسة خارجية موحدة، ليس عنده سياسة دفاعية موحدة. في مواجهة الهجرة غير الشرعية مثلا في الأيام الأخيرة في لامبيدوزا في إيطاليا، أتى عدد من الوافدين أكثر من عدد السكان الأصليين في الجزيرة، وضع إيطاليا أصبح صعبا، ولذلك ستزداد هذه النزعة الانعزالية إذا بقيت أوروبا مقصرة. هذا يتوقف كثيرا على تطور الاتحاد الأوروبي وعلى الموقف الألماني. إذا أرادت ألمانيا أوروبا مجرد سوق أو مجرد تابع دائما للأمريكيين، لن يكون هناك من مستقبل زاهر لأوروبا، بل سيكون البريكسيت ربما هو الهدف عند العديد من الدول، أي يوما من الأيام محاولة الخروج عن الفكرة الأوروبية والاتحاد الأوروبي. نرى أيضا يعني التيارات اليمينية التي تحاول التحالف فيما بينها داخل البرلمان الأوروبي، رأينا مارين لوبان و15 أيضا يعني من زعماء اليمين في أوروبا حاولوا خلق نوع من التوحد داخل البرلمان. هل يعني هل ذلك يؤثر في المرحلة المقبلة؟ تصبح أوروبا يمينية، تصبح قراراتها مختلفة، كيف يمكن أن يؤثر ذلك؟ يعني هذا سؤال جوهري هام جدا، لأننا على عشية الانتخابات الأوروبية، انتخابات البرلمان الأوروبي في العام 2024، قبل أقل من عام على ذلك، ونرى أن الديناميكية هي عند اليمينيين. والجديد هنا أن اليمين المتطرف لم يعد لوحده، أخذ يتعاون مع أحزاب يمينية كانت في السلطة، أي أننا أمام ما يمكن أن نسميه تكتلات اليمين الموسع أو تكتلات اليمين الكبير. ولذلك هناك خشية فعلية من أن تتمكن هذه التكتلات من السيطرة في البرلمان الأوروبي.
بالطبع البرلمان الأوروبي دوره دور حتى الآن استشاري، ليس عنده صلاحيات كما البرلمانات العادية، لكن هذا مؤشر عن انقلاب موازين القوى في أوروبا. وستكون إذن الانتخابات الأوروبية للعام القادم محطة لقياس اتجاهات الرأي العام وإلى أين يمكن أن يذهب هذا اليمين الموحد بالسياسة الأوروبية مستقبلا. أشكرك من باريس الدكتور خطار أبو دياب، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة باريس. نواصل جولتنا في الصحافة ومتابعة لأبرز ما اهتمت به. الإيكونوميست تقول إن اختفاء وزير الدفاع الصيني يطرح تساؤلات كبيرة وكثيرة، وتشير إلى أنه لم تتم الإشارة على المواقع الرسمية إلى أي تغير في واجبات الجنرال لي تشانغ فو، لكن مسؤولين أمريكيين ومسؤولين آخرين قالوا لوسائل إعلام غربية إنهم يعتقدون أنه تم إعفاؤه من مهامه. وذكرت رويترز أنه يشتبه في تورطه في فساد يتعلق بشراء معدات عسكرية والتي أشرف عليها الجنرال لي من عام 2017 إلى عام 2022. تحت عنوان انطلاقة جديدة للعلاقات الفرنسية البريطانية، تقول التليغراف إن الزيارة الملكية التي يقوم بها الملك تشارلز والملكة كاميلا لباريس ستعيد التأكيد على القيم المشتركة للبلدين فضلاً عن مصيرهما المشترك. بوليتيكو أشارت إلى أن إدارة بايدن توسع الوضع القانوني وتصاريح العمل لآلاف المهاجرين الفنزويليين، وأوضحت أن التصنيف الجديد لفنزويلا سيجعل ما يقرب من 500 ألف شخص مؤهلين حديثاً للحصول على تصاريح عمل. الغارديان تسلط الضوء على تقرير يكشف أن تويتر يحتل المرتبة الأسوأ في تقرير المعلومات الخاطئة عن تغير المناخ، وتقول أعطى تقرير يصنف المعلومات الخاطئة المتعلقة بتغير المناخ موقع تويتر الذي أعيد تسميته مؤخراً إلى أكس نقطة واحدة فقط من بطاقة الأداء المكونة من 21 نقطة عند تقييم السياسات الرامية إلى الحد من المعلومات غير الدقيقة، وهي الأسوأ من بين 5 منصات تكنولوجية رئيسية. تحت عنوان ناغورنو كاراباخ لم تعد روسيا شرطي حدود القوقاز، أشارت لو فيغارو إلى أن انشغال روسيا في حرب أوكرانيا أدى إلى توسيع الحيز المتاح لأذربيجان للمناورة، وفي أقل من 48 ساعة حصلت باكو على استسلام الانفصاليين الأرمن، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن خطر التطهير العرقي للأرمن في ناغورنو كاراباخ لم يختفي مع الاستسلام. بدأت الحكومة الأذربيجانية عملية عسكرية في ناغورنو كاراباخ وتعهدت بمواصلتها حتى استسلام الأرمن، مما دفع حكومة ناغورنو كاراباخ لإعلان وقف إطلاق النار والموافقة على حل قواتها وإلقاء السلاح. صحيفة تاليغراف تناولت الموضوع تحت عنوان الخوف يسيطر على الأرمن الذين تخلى عنهم العالم بسبب الصراع في أذربيجان. قالت الصحيفة إن الحكومة الأذربيجانية توفر ممرات إنسانية للأرمن للمغادرة، لكن كثيرين يشككون في ذلك حيث ينتظر حوالي 40,000 حالياً في مطار مقر بعثة حفظ السلام الروسية، وهناك تقارير تفيد بأنهم محرومون من الغذاء والماء وغيرها من ضروريات الحياة. وبحسب ما أوردته الصحيفة فإنه على الرغم من وقف إطلاق النار الجديد يسود الخوف في المنطقة، حيث يعتقد العديد من السكان أن أذربيجان قد تستخدم سيطرتها على ناغورنو كاراباخ لغزو أرمينيا. أفادت الصحيفة أن السكان المحليين يعربون عن غضبهم تجاه روسيا القوى الإقليمية المهيمنة تاريخيا بسبب ما يعتبرونه تخليا عنهم في أوقات الأزمات. ففي عام 2020 سهلت روسيا المفاوضات بين أرمينيا وأذربيجان، لكنها تراجعت عن اتفاقيتها الأمنية للدفاع عن أرمينيا. ووفق الصحيفة قام الجنود الروس بحراسة ممر لاتشين الذي يربط بين أرمينيا وناغورنو كاراباخ، وقد تضاءل تدخل روسيا في الصراع بسبب الحرب في أوكرانيا
مما جعل السكان المحليين يشعرون بالتجاهل. قبل 5 أشهر اندلعت حرب رهيبة في السودان، وكانت منطقة دارفور في الغرب من أكثر الأماكن تضرراً. صحيفة نيويورك تايمز تناولت الموضوع تحت عنوان الجيل الجديد في دارفور الذي كان مليئاً بالوعود يعاني الآن من نيران الحرب. قالت الصحيفة إن دارفور تمزقها الآن حرب كبيرة يشارك فيها الجيش السوداني وقوات الدعم السريع التي سيطرت هي وحلفاؤها على جزء كبير من دارفور، بينما بقي الجيش النظامي في الغالب في المدن الكبرى. أوضحت الصحيفة أنه بينما يتقاتل الجانبان من أجل السيطرة، يجد المدنيون أنفسهم عالقين بشكل متزايد في مرمى النيران المتبادلة. تشمل الحوادث المأساوية مقتل أكثر من 40 شخصاً أثناء لجوئهم إلى الاحتماء تحت جسر في نيالة الشهر الماضي، فضلاً عن سقوط ما لا يقل عن 40 ضحية في الغارات الجوية على المدينة هذا الشهر. كما تم العثور على مقابر جماعية بما في ذلك أكثر من 10 مقابر في الأسبوع الماضي من قبل الأمم المتحدة، وهذا يجعل الناس يشعرون بالقلق من احتمال وقوع المزيد من الهجمات على أساس العرق. وقد دفع المحكمة الجنائية الدولية إلى بدء التحقيق وتحقيق جديد في اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم سيئة للغاية ضد الناس في المنطقة. تابعت الصحيفة أنه وسط تساقط قذائف الهاون ترتفع أسعار المواد الغذائية بشكل كبير، وأصبح الملايين من الناس الآن على حافة المجاعة، كما نزح أكثر من 1.5 مليون شخص داخلياً في دارفور منذ منتصف أبريل وفقاً للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وهو أعلى عدد من النازحين في أي منطقة في السودان. كان الرئيس الأمريكي جو بايدن هو الزعيم الوحيد من بين الأعضاء 5 الكبار الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي حضر الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو ما يسلط الضوء على فقدان الأمم المتحدة لأهميتها بشكل متزايد. مجلة الإيكونومست تناولت الموضوع تحت عنوان بايدن يقف وحيداً في الطليعة بينما تواجه الأمم المتحدة تراجعاً. قالت المجلة إن غياب القادة الرئيسيين يشير إلى مشكلة أعمق تعاني منها الأمم المتحدة، حيث تبدو المنظمة وكأنها مشلولة بسبب الصراع في أوكرانيا والتنافس المتصاعد بين الولايات المتحدة والصين والطبيعة القديمة لمجلس الأمن وغير القابلة للتغيير. بحسب المجلة، فقد أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن أسفه لهذا الوضع، مؤكداً أن التوترات الجيوسياسية تتزايد والتحديات العالمية تتصاعد، ومع ذلك فإن العالم يكافح من أجل الاتحاد والاستجابة بفعالية. أكدت المجلة أن البعض يعتبر مجموعة 20 التي تمثل 4/5 الناتج العالمي مكاناً أفضل للبحث عن حلول عالمية، وتنظر الولايات المتحدة إلى مجموعة 7 باعتبارها منصة للديمقراطيات الكبرى للرد على التحديات التي تفرضها روسيا والصين. ترى المجلة أنه رغم استمرار الأمم المتحدة إلا أنها تبدو منشغلة على نحو متزايد بقضايا ثانوية، وهو الوضع الذي يذكرنا بدورها أثناء حقبة الحرب الباردة. اهتمت صحف العالم بعدد من الملفات والقضايا المختلفة، نتابع أبرز العناوين. تحت عنوان اتهام غير عادي موجه إلى الهند، تقول تيليغراف أن التورط المزعوم لنيودلهي في مقتل هارديب سينغ نيجار، وهو زعيم انفصالي للسيخ في كولومبيا البريطانية على الأراضي الكندية، أدى إلى حدوث خلاف مع كندا وعمليات طرد متبادلة وتبادلات دبلوماسية فاترة مع الدول الأخرى. ومن الممكن أيضاً أن تنجر بريطانيا التي تضم جالية هندية كبيرة بما في ذلك 500,000 من السيخ
إلى الجدل في وقت وصلت المحادثات حول صفقة تجارية جديدة إلى منعطف حرج. تحت عنوان ماكارثي يرفض استضافة منتدى لمجلس النواب لزيلينسكي وسط انقسامات في الحزب الجمهوري، ويخطط رئيس مجلس النواب لعقد اجتماع خاص مع الرئيس الأوكراني، لكن رفضه الترتيب لسماع المشرعين منه بشكل مباشر يعكس مقاومة الجمهوريين لمواصلة المساعدات لكييف. أما الفاينانشال تايمز فتشير إلى أن مليارات الدولارات من الأرباح الغربية محاصرة في روسيا، وتقول إن الشركات من الدول غير الصديقة حققت أرباحاً تزيد على 18 مليار دولار منذ بداية العملية الروسية في أوكرانيا، لكن الكريملين منعها من الوصول إلى الأموال في محاولة لتضييق الخناق على الدول غير الصديقة. بوليتيكو تشير إلى أن زيلينسكي سيلتقي قادة عسكريين أمريكيين في أول زيارة للبنتاغون منذ الحرب، ونقلت عن مصدر مطلع على الزيارة أن وزير الدفاع الأوكراني الجديد رستم عمروف سيحضر لقاءات زيلينسكي مع قادة البنتاغون. استأنفت السفن التجارية استخدام مياه أوديسا الرئيسي في أوكرانيا دون طلب إذن من روسيا للمرة الأولى منذ بدء الحرب، مما يظهر مدى تغير ميزان القوى في البحر الأسود، ويرجع هذا إلى استخدام هجمات مبتكرة استخدمتها القوات الأوكرانية ضد العدو الروسي. صحيفة وول ستريت جورنال تناولت هذا الموضوع تحت عنوان التكتيكات الأوكرانية تضع روسيا في موقع دفاعي في البحر الأسود. قالت الصحيفة إنه من خلال فرض حرب غير متكافئة تعتمد على طائرات بدون طيار وصواريخ بحرية منتجة محلياً تستهدف السفن الروسية في قواعدها، تسببت أوكرانيا في إضعاف قوة روسيا البحرية، والآن تنقل المعركة إلى روسيا نفسها. بحسب الصحيفة فإنه مع بداية الغزو الروسي لأوكرانيا كان عدد القوات البحرية الأوكرانية أقل بكثير، حيث كان أسطول البحر الأسود الروسي يفوق نظيره الأوكراني باثني عشر ضعف، وفي ذلك الوقت اتخذت أوكرانيا قرار بإغلاق فرقاطتها الرئيسية عمداً لمنع وقوعها في أيدي القوات الروسية. أوضحت الصحيفة أنه في أوديسا توقفت عمليات الموانئ وتجمعت السفن البحرية الروسية وأطلقت قذائف المدفعية على المدينة، بينما كانت تستعد لإنزال القوات على الشواطئ. واليوم لم تعد السفن الحربية الروسية تجرؤ على المغامرة في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود، حيث تردعها الصواريخ الساحلية الأوكرانية وحقول الألغام الواسعة. وتكبد أسطول البحر الأسود الروسي نفسه خسائر فادحة نتيجة لسلسلة من الضربات الأوكرانية الناجحة، ولم تعد هناك مناطق آمنة في البحر الأسود بعد الآن. تفكر بروكسل في دعم بولندا والمجر وسلوفاكيا في معركة قانونية ضد أوكرانيا بشأن انتهاكات مزعومة لقواعد التجارة في الاتحاد الأوروبي. صحيفة فاينانشال تايمز تناولت الموضوع تحت عنوان بروكسل تدرس الدفاع عن دول الاتحاد الأوروبي في نزاع الحبوب مع أوكرانيا. قالت الصحيفة إن بروكسل تدرس إمكانية الدفاع عن بولندا والمجر وسلوفاكيا ضد دعوى قضائية رفعتها كييف بعد أن انتهكت الدول الثلاث قواعد الاتحاد الأوروبي لحظر واردات الحبوب الأوكرانية التي قالت إنها تخمر أسواقها. بحسب الصحيفة فقد أدى الحظر الأحادي الجانب إلى وضع السياسات التجارية للاتحاد الأوروبي في حالة من الفوضى، وهو المؤشر الأكثر وضوحاً على الانقسام بين الدول الأعضاء 27 في الكتلة بشأن دعم كييف في الوقت الذي تواصل فيه قتالها ضد العملية الروسية في أوكرانيا. ذكرت الصحيفة أن المفوضية الأوروبية الهيئة التنفيذية للكتلة كانت قد طالبت في البداية بولندا والمجر وسلوفاكيا بإلغاء الحظر الذي فرضته، لكنها تعمل الآن على تنسيق ضحضها القانوني للدعوى التي رفعتها كييف أمام منظمة التجارة العالمية.
في طلب مكتوب أرسل إلى بولندا والمجر وسلوفاكيا، واطلعت عليه صحيفة فاينانشال تايمز، أبلغت المفوضية الأوروبية الدول الثلاث بأنها ستشارك في إجراءات منظمة التجارة العالمية المتعلقة بشكوى مقدمة من أوكرانيا بشأن القيود المفروضة على استيراد الحبوب من قبل هذه البلدان. وإلى هنا نصل إلى ختام جولة الصحافة العالمية، شكراً للمتابعة وإلى اللقاء.